إذا انعدمت الأخلاق كما في بعض المجتمعات الغربية انعدمت الترابط بينها. الغرب وبلاد الكفر يجتمعون على بغض الإسلام وعلى محاربة الإسلام، لكنهم لا يجتمعون فيما بينهم كمحبة بينهم، لا، بينهم بغضاء وشحناء وبينهم نفرة فيما بينهم، لكن الهدف واحد وهو محاربة الإسلام. فتجتمع هنا قواهم وتجتمع أفكارهم على هذا المبدأ، أما فيما بينهم فهم مجتمع متفكك. ولذلك تجد أن الشخص من المجتمعات الغربية لا يوجد عندهم مبدأ الصدقة والإحسان للجيران، لا يوجد عندهم حق الجار، لا يوجد عندهم حق الوالدين. يعني لا تسمون عيد الأم من الحقوق، لا، عيد الأم هم يرونه من الأعياد التي يفرحون فيها فقط، ليس من الحقوق، يعني لا يعتبرونه من الحقوق. لا يوجد عندهم حق الأرحام، وكل هذه جاء بها الدين الحنيف، وهي التي سببت لنا هذا الاجتماع وهذه الرحمة وهذه المحبة. ولولا الأخلاق أيها الأحبة لما عاش المجتمع.